هذا البرنامج برعاية QNB. السادة المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عين على قطر وحلقة جديدة. تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من العام 2014 تنمو بنحو 2.5% إلى أكثر من 194 مليار ريال قطري، وميزان المدفوعات القطري يتراجع بأكثر من 47% في فبراير 2015. وكذلك وزارة التنمية الإدارية تطلب من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية إلغاء جميع الوظائف الشاغرة والمستحدثة في السنة المالية 2014-2015، وأرباح ودام تقفز إلى 62 مليون ريال قطري. وكذلك ائتلاف قطري يستحوذ على نحو 49% في شركة بتروكيماويات صينية بنحو 5 مليارات دولار أمريكي. المشوار ابتدأ، أهلا ومرحبا بكم، وكما جرت العادة مع هذا الشريط الإخباري القصير. سجل الميزان التجاري السلعي لدولة قطر انخفاضا بنسبة 47.5% خلال فبراير 2015 مقارنة بالشهر المماثل من العام الفائت، وبقيمة 16 مليارا و500 مليون ريال. وقد بلغت قيمة الصادرات القطرية 27 مليارا و500 مليون ريال، بانخفاض قدره 36% عن الشهر المماثل من العام الماضي، و 1.13% مقارنة بشهر يناير من العام الجاري. طالبت وزارة التنمية الإدارية جميع الوزارات والأجهزة الحكومية في الدولة بوقف الصرف من الاعتمادات المخصصة لموازنة الرواتب والأجور للعام المالي 2014-2015 اعتبارا من أول من نيسان أبريل. كما وجهت الوزارة بإلغاء الوظائف الشاغرة والوظائف التي تم استحداثها للعام المالي 2014-2015 اعتبارا من التاريخ ذاته. بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي القطري بالأسعار الجارية 194 مليار و400 مليون ريال في الربع الأخير من العام 2014 بزيادة نسبتها 2.4%. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لسنة الأساس 2004 99 مليار ريال عن الفترة ذاتها من العام 2014 بنمو بلغ 7.6% على أساس سنوي. خلال زيارتها إلى الدوحة، قامت الأميرة ستريد نيابة عن ملك بلجيكا الملك فيليب بتكريم رئيس مجلس إدارة شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة، ومنحه وسام ليوبولد الثاني الفخري برتبة كوماندور، لما قدمه عيسى أبو عيسى رئيس مجلس الإدارة من تعزيز العلاقة التجارية بين البلدين. هذا الأسبوع وخلال مؤتمر صحفي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية يكشف لسي إم بي سي عربية عن إطلاق البنك لصندوق استثماري بقيمة 100 مليون ريال قطري، وذلك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر. وقال الرئيس التنفيذي للشركة ناصر آل خليفة على هامش إطلاق البنك خدماته الاستشارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أن البنك قام بتمويل مشاريع بقيمة 3.4 مليار ريال، وسيعمل البنك على تقديم 200 مبادرة لتفعيل مشاريع ريادة الأعمال في قطر. دور بنك قطر للتنمية لا يقتصر فقط على مبدأ التمويل أو على مسألة التمويل. اليوم في هذا اللقاء مع وسائل الإعلام ووسائل الصحافة، قام بنك قطر للتنمية بشرح استراتيجيته التي تقوم على ثلاث دعائم رئيسية أو على حل ثلاث معضلات رئيسية تواجه ريادي الأعمال القطرية. الوصول للتمويل أحدها، ولكن ليس هو المجمل. طبعا يواجه ريادي الأعمال القطريين أو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر اليوم ثلاث معضلات رئيسية. المعضلة الأولى هو الوصول للمعلومات السوقية والوصول للتدريب، ويقوم بنك قطر للتنمية حاليا بعمل برامج متخصصة لضمان وصول أو نفاذ ريادي الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى البرامج التدريبية والبرامج السوقية. المعضلة الأخرى أو المعضلة الثانية هي الوصول للتمويل، وطبعا بنك قطر للتنمية بصفته أحد أكبر الممولين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر يحرص على تقديم المزيد من الدعم لتلك المشاريع، وإحنا بإذن الله في طور إطلاق صندوق استثماري للمشاركة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، يصل حجم الصندوق إلى 365 مليون ريال قطري، وسيتم إطلاقه بإذن الله في عام 2015. المعضلة الثالثة التي
تواجه ريادي الأعمال أو الشركات الصغيرة والمتوسطة هو نفاذ الأسواق المحلية والأسواق العالمية. لدينا في بنك قطر للتنمية عن طريق برنامج التصدير أو وكالة قطر لتنمية الصادرات تجربة لا بأس بها من إيصال مشاريع صغيرة ومتوسطة إلى أسواق عالمية. خلال عام 2014 استطعنا أخذ أكثر من 150 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة إلى الأسواق العالمية، حيث استطاعت التوقيع على عقود تجاوزت قيمتها 250 مليون ريال قطري، ولكن لا يزال المشوار طويلا بالنسبة لنا. من ضمن المعضلة الثالثة اللي هي نفاذ الأسواق العالمية والمحلية، توجد إشكالية وصول ريادي الأعمال أو المشاريع الصغيرة المتوسطة للأسواق المحلية. لدينا تجربة ناجحة مع شركة شل قطر، حيث استطعنا توطين 13 فرصة. كانت الشركة تحصل على خدماتها عن طريق أسواق عالمية، والآن أصبح يقدمها ريادي أعمال قطريين. فإحنا في تطوير تلك التجربة وزيادة مساهمة أو نفاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة القطرية إلى العقود المحلية القطرية. حجم التمويل في بنك قطر للتنمية بالنسبة لمحفظة التمويل المباشر تجاوزت 3 مليار و 400 مليون. بالنسبة لمحفظة الضمين وهو الضمان الجزئي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة مع 14 بنك في دولة قطر استطعنا الوصول إلى نصف مليار. بالنسبة لضمان الصادرات عن طريق برنامج التصدير استطعنا الوصول إلى ما يتجاوز النصف مليار. أيضا هذا الأسبوع أعزائي المشاهدين، الجمعية العمومية لشركة ودام الغذائية تصادق عبيناتها المالية والمركز المالي للشركة. أرباح جيدة سجلتها الشركة 62 مليون ريال قطري. جزء من هذه الأرباح طبعا جاء دعم من طرف الحكومة لتعويض الفارق في أسعار اللحوم الحمراء الأسترالية تحديدا. تمت المصادقة بطبيعة الحال على ما أوصى به مجلس الإدارة، 25% نقدي، ريالين ونصف الريال عن كل سهم مملوك. شركة ودام الغذائية أو مواشي سابقا، المستورد والمزود الرئيسي للحوم الحمراء في قطر منذ العام 74 من القرن الماضي. تنشط ودام في مجال تجارة المواشي واللحوم والأعلاف الحيوانية ومشتقات اللحوم ومعالجة المخلفات والجلود ودباغتها وإدارة المسلخ الآلي والمسالخ الأهلية في الدولة الخليجية. تمتلك حصاد الغذائية ما نسبته 6% من رأس المال البالغ 180 مليون ريال قطري بعد تخفيضه من 300 مليون ريال في العام 2009، بينما تستحوذ إزدان القابضة على نحو 20% عبر شركات تابعة وزميلة. وتزيد قيمة ودام الغذائية في بورصة قطر عن مليار ومائة مليون ريال قطري بعد إعلان الشركة عن نمو أرباحها بنسبة 13% في العام 2014 إلى ما يزيد عن 62 مليون ريال قطري بعد إضافة تعويض حكومة قطر للشركة بقيمة 362 مليون ريال لإطفاء خسارة قدرها 264 مليون ريال، متأتية من الفارق ما بين المبيعات التي ناهزت 409 مليون ريال وتكلفة المبيع التي تخطت 674 مليون ريال، فضلا عن التوصية بتوزيع أرباح النقدية بنسبة 25% من القيمة الإسمية عن كل سهم. تعمل ودام على توسيع نشاطها ليشمل استيراد الدواجن والأسماك، وذلك بعد توسعاتها الأخيرة في كل من السودان وأستراليا، والتي شملت استيراد الأبقار والأغنام لتوفير الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء بنسبة 8% سنويا. أيضا وخلال هذا الأسبوع أعزائي المشاهدين، توقيع اتفاقية ائتلاف قطري مكون من شركة قطر للتنمية والمشاريع وشركة أو مجموعة حمد بن سحيم للمشاريع، تشكل ائتلاف للاستحواذ على 49% وفي واحدة من أكبر شركات البتروكيماويات الصينية. قيمة هذا العقد أو هذه الصفقة بحسب الرئيس التنفيذي للشركة هو 5 مليارات دولار أمريكي، على أن يتم استكمال هذه الصفقة مع نهاية العام الحالي 2015. فتم الاتفاق اليوم على استحواذ ائتلاف شركة كيو اي دي وحمد بن سحيم للمشاريع على 49% من أصول مجموعة شاندونغ دومنينغ للكيماويات، والتي تعتبر أكبر مجموعة خاصة للبتروكيماويات بالجمهورية الصين الشعبية. هذا الاستحواذ بكم تقدر قيمته، الاستحواذ على هذه الأصول، تمويل هذه الصفقة؟ القيمة الأولية للمشروع 5 مليار دولار،
خاضعة للفحص الفني والتقييم النهائي للجان المختصة، وتم تحديد والاتفاق مع بيوت خبرة مالية محلية وإقليمية لتشكيل محفظة مالية للتمويل المشاريع المنوط بها العمل. هذا التوجه باتجاه السوق الصيني من حيث النشاط، هل هو الأول بالنسبة لهذا الائتلاف؟ الصين تشهد تطور كبير جدا في خارطة الأداء القطاع الخاص خصوصا في مجال البتروكيماويات. تعتبر فتح المجال للشركات الأجنبية للعمل داخل قطاع الصين الداخلي يعتبر من الأشياء الجديدة على الأداء المحلي داخل دولة الصين أو جمهورية الصين، ونتشرف إحنا كمجموعة QID وحمد بن سعيم الائتلاف نتكون أول مجموعة من شرق أوسطية تدخل في مجال الريفاينريز ومجال المحطات البترول داخل جمهورية الصين. حجم هذه الشركة في الصين في قطاع البتروكيميكالز نضع فيها السادة المشاهدين؟ كما ذكرت هي أكبر شركة خاصة، تمتلك أكبر مصفات بترول بطاقة تكريرية 450 ألف برميل في اليوم بسعة سنوية 150 مليون برميل في العام، وتمتلك شبكة متكاملة من الشركات المختصة لتكملة الأداء بما فيها خطوط أنابيب بترول ممتدة داخل الصين، خطوط سكك حديدية داخل الصين، بالإضافة لبواخر نهرية داخل سلسلة التوزيع داخل فوق الخمسة محافظات محيطة بإقليم شاندونغ، فوق ما يقارب 400 مليون نسمة من تعداد سكاني، وهو عدد كبير ومشجع للاستثمار لأي جهة للاستثمار في هذا العدد من النسمة. نعم، بحسب ما علمت هناك تدير 1000 محطة وقود. تم الاتفاق على توسعة المشاريع التوسعة بأصول الاستحواذ على إنشاء 1000 محطة وقود جديدة على نطاق خمسة محافظات محيطة بشاندونغ، وهي المحافظات التي تتوسع فيها مجموعة شاندونغ. الألف محطات سوف يتم تنفيذها بصورة حديثة وعلمية جديدة تشتمل على كل الخدمات الحديثة من محطات الوقود، من مقاهي ومحطات خدمات سيارات ومطاعم إلى آخره، تلبي احتياجات المواطن الصيني المعاصر وكل هذه الاحتياجات. استكمال هذا الديل متى يمكن نتحدث عنه كتاريخ؟ احنا نتوقع على الربع الاخير من هذا العام توضح كل الجداول التنفيذية. نعم ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، ما زلنا معكم في هذه المتابعة لفقرات حلقة عين على قطر. في قسمها الثاني سوف يكون لنا وقفة تفصيلية مع اهم الجمعيات العمومية التي عقدت في قطر هذا الاسبوع، لا تبتعدوا كثيرا، ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية QNB. هذا البرنامج برعاية QNB. مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، وكما كان متوقعا مساهمو شركة إزدان القابضة يصادقون على البيانات المالية للشركة، حساب الأرباح والخسائر، المركز المالي، وكذلك الخطة المستقبلية والتي تضمنت هذا العام تعديل استراتيجية الشركة المتعلقة ببيع أصول الشركة العقارية وتحولها للاستثمار في أدوات مالية في البورصة القطرية. أيضا كما كان متوقعا تمت المصادقة على ما أوصى به مجلس الإدارة من توزيعات نقدية 40% من 4% من القيمة الإسمية للسهم بواقع 40 درهما عن كل سهم مملوك بتاريخ انعقاد الجمعية. طبعا مثل ما حضرتك عارف أي استراتيجية تبنى على واقع معين وعلى مستقبل متوقع وعلى ظروف سياسية وظروف اقتصادية. في الآونة الأخيرة طبعا المخاطر الجيوسياسية بالمنطقة أصبحت عالية، زائد المخاطر الاقتصادية تقلبات أسعار النفط لا شك راح تؤثر تأثير مباشر على المنطقة. فلذلك كان الهدف الأساسي من تعديل الاستراتيجية هو المرونة، ليس أكثر من ذلك، يعني نكون مرنين. يعني سابقا كانت الاستراتيجية فقط محصورة في بيع العقارات والتخارج منها وإعادة استثمارها في أسهم في بورصة قطر. الآن هذا الشيء ممكن يصير أيضا، لكن الآن الاتجاه إلى استثمارات عامة داخلية خارجية مكانت حسب المعايير اللي راح يحددها مجلس الإدارة. لكن أنت في وقت سابق قلت لأنكم صدمتم ببعض التحديات القانونية بقضية بيع العقارات وتحديات أخرى متعلقة لوجستية بأنه لديكم كمبوندات وبأسعار عالية اضطرتم بيع بالتجزئة،
وبالتالي أيضا قضية الحصول على أسهم في بورصة قطر ليس الأمر بالسهل، إذا هناك أيضا أسباب أخرى دفعتكم إلى هذا القرار؟ لا شك أن في تحديات، والتحديات موجودة، ولكن الحمد لله رب العالمين قدرنا نتغلب على أكبر قدر منها. ما هذا حقيقة سببها؟ السبب الأساسي مثل ما ذكرت لك تغيرات جيوسياسية والمخاطر والتغيرات الاقتصادية اللي حدثت في المنطقة، هذا حقيقة السبب الأساسي بحيث يكون لدى المجموعة مرونة أكثر في تحديد استثماراتها المستقبلية. يعني هذا العام لن نشهد تخارج في القطاع العقاري؟ لا، احنا ما قلنا هذا الكلام، كل شيء وارد، ممكن نتخارج كما نتخارج، كل شيء وارد. أما مبالغ محددة للدخول إلى بورصة قطر أيضا الأمر مفتوح، كل شيء مفتوح، كل شيء مفتوح حقيقة، يعني ما قيدنا الأمر، نتكلم فقط عن استثمارات عامة حسب المعايير التي تم تحديدها حاليا في المستقبل القريب إن شاء الله في أول اجتماع لمجلس الإدارة القادم. أيضا أسألك فيما يتعلق، ذكرت لي مطلع هذا العام بأنه بدتم على شفا التوقيع مع شريك خارجي لبيع حصة من الشركة، ما مصير هذه الاتفاقية؟ لا طبعا احنا مش اللي هيك راح نوقع، احنا نتكلم عن ملاك مجموعه الزان القابضه وليس لنا الحق نتكلم نيابه عنهم، لكن حسب ما ورد لي انه كان في اتفاق في مراحل النهائيه، اعتقد تم تجميد الاتفاق بسبب الوضع الاقتصادي بالمنطقه. طيب سؤالي يتعلق الان باستثمارات الشركه، بكم تقدر حاليا؟ واهم هذه المشاريع التي سوف تبصر النور على المستوى العقاري. احنا طبعا الاستثمارات العقاريه اللي حاليا شغالين عليها من غير سعر الارض نتكلم عن 3 مليار و200 مليون ريال، ونتوقع ان شاء الله انتهاء منها قبل نهايه عام 2017، نتكلم ب 12000 الى 13000 وحده سكنيه، ونقصد فيها فلل، ونقصد فيها محلات تجاريه، ونقصد فيها ايضا الشقق، يعني ليس المقصود فقط الغرف كما يظن البعض. بالنسبة لاستثماراتنا الأخرى إن شاء الله الآن هي طور الدراسة بعد اعتمادها اليوم للجمعية العمومية، وإن شاء الله راح تناقش في أول اجتماع لمجلس الإدارة. عم نشوف أنه أيضا مديونية الشركة أستاذ علي عم ترتفع، وكذلك أيضا تكلفة التمويل، كيف عم تتعاطوا مع هذا التحدي؟ طبعا عندنا السياسة، احنا طبعا إذا كان كرقم يزيد، لكنه في الحقيقة ما في زيادة حقيقية، بمعنى أن مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية كانت سياسته أن إجمالي التمويلات لا تزيد عن 30% من إجمالي الموجودات، مبالغ التمويل تزيد أيضا الموجودات تزيد، لازلنا محافظين على نفس النسبة، تلاحظ على آخر رقم تكلم 30.7%، يعني لازلنا وذن محددات مجلس الإدارة. ممكن مستقبلا ايضا مع تعديل الاستراتيجي الاستثماري يتم تعديل ايضا سقف القروض، وخصوصا اذا مثلا ارتأى مجلس الاداره ان من الافضل مستقبلا يحتفظ بجزء اكبر من عقارات المجموعه. يعني افهم مره اخرى عوده الى قضيه التغيير الاستراتيجي بانه الزان التي تعمل داخل المحيط القطري سوف تذهب خارج الحدود القطر بحث عن استثمارات جديدة؟ احنا نتكلم اليوم عن استثمارات عامة حسب المعايير، اليوم ما نقدر نقول داخل أو خارجي أو نقول اثنين معا، كل شيء وارد، ممكن إن شاء الله كان الله أحيانا مستقبلا نعطيك يعني إطار أوضح بالنسبة لاستثماراتنا المستقبلية. تخافون من 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 تصحيح في القطاع العقاري في المرحلة المقبلة جزء من هذا الاستراتيجية، بالتالي بدأتم بتعديل هذا المفهوم؟ إزدان واضحة من اليوم الأول، إزدان تستهدف القطاع الشعبي أو الفئة الشعبية اللي من ماس ماركت، والماس ماركت في الأزمات بالذات الأزمات الاقتصادية نسبة الإشغال تزيد عندنا، فإحنا أبدا ما نخشى هذا الأمر، وليس لتعديل استراتيجية الاستثمارية علاقة بهذا الأمر البتة. يعني على مضض مساهمو شركة بروة العقارية يوافقون على ما أوصى به مجلس الإدارة من توزيعات نقدية عن العام المالي 2014، 22% بواقع ريالين و20 درهما عن كل سهم. طبعا المساهمو الشركة كانوا يتوقعون أن نذهب مجلس الإدارة إلى أكثر من ذلك، لماذا؟ لأن الشركة سجلت أرباحها استثنائية في العام 2014، ارتفع فيها العائد على السهم إلى 7 ريالات و14 درهما، ولكن يعني تم في نهاية المطاف الموافقة على ما أوصى به مجلس الإدارة. وكما أيضا كان متوقعا تم الإعلان خلال الجمعية العمومية بأن الشركة سوف تعلن عن استراتيجية خمسية في 15 من شهر يونيو حزيران المقبل، سوف تعرض هذه الخطة على مجلس الإدارة ليتم اعتمادها وإقرارها وبالتالي إعلانها على جمهور الشركة.
مسلحا بأرباح استثنائية ناهزت 2,700,000,000 ريال وعائدا على السهم عند 7.14 ريالات. واجه مجلس إدارة برو العقارية مساهم الشركة في عمومية عادية امتدت لنحو 2 ساعة من الزمن، تخللها أسئلة واستيضاحات تعلق جلها بتناقص موجودات الشركة إلى نحو 29 مليار وتراجع المديونية إلى 8 مليارات ريال، وأخرى حول مصير الهيكلة المالية والإدارية والخطط الخمسية المزمع إطلاقها منتصف العام الجاري. اعتقد الاغلبيه، انا ما ادري اشوف العيون يعني، اعتقد الاغلبيه معنا 22 في امريكا يا اخي ازيد من العام. احنا مو علشان شيء شباب، والله هي كلها قرار، هي كلها كلمه نتخذها هني، بس انا بكون يعني بكون مو بصادق مع نفسي ولا صادق معاكم، يعني اقول لك 5 ساعات مجتمعين بهالخصوص. ريالان وعشرون درهما من أصل قيمة الإسمية للسهم هو التوزيع النقدي الذي قبل به جمهور الشركة على مضض بعدما فشلت محاولاتهم ثاني أعضاء مجلس الإدارة بتعديل التوصية إلى 25% من رأس المال، في الوقت الذي أقرت فيه وباركت عمومية الشركة توزيع 8,500,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بينما لم يلفت تقرير الحوكمة أي من انتباه الحضور الذي آثر الموافقة على ما جاء فيه بحكم العادة. أنا شخصيا راضي وغير راضي، راضي بالنوع أن الأصول موجودة انباعت وأرادوا أخففوا الديون هذا بطبيعته، مو براضي لما أرى أن الأسهم وقيمة السهم احنا ندفع قيمتها باقل تكلفه اللي هو 1.2 ريال. كنا نامل ان تكون احسن وقويه وتكون صحيه على المدى البعيد. برو العقاريه التي مرت على مدى عمرها بعدد من الاخطاء والعثرات الاداريه والماليه تعمل اليوم على تصحيح المسار وتصويب الاتجاه عبر تخفيض النفقات الاداريه والعموميه وايقاف برنامج بيع الاصول للديار القطريه وتصفيه شركات تابعه واطلاق مشاريع الاعتداء والمواتر وأسواق الفرجان ومشروع الدار في منطقة اللوسيل، فضلا عن تطوير مجمعات سكنية وخدمية مع شركة قطر للمناطق. أيضا بدورهم مساهمو شركة أريد وشركة اتصالات قطر يصادقون على ما جاء في البيانات المالية للشركة والتي تضمنت تراجع أرباح شركة أريد بنحو أو بنسبة 17% إلى 2,100,000,000 ريال قطري هذا العام. طبعا أسباب عديدة أدت إلى هذا التراجع، يأتي على رأسها شركة الأوضاع في العراق حيث تعمل الشركة من خلال ASSL، وكذلك أيضا انخفاض قيمة العملة الأندونيسية وقضية تحويل الأموال أثر على أرباح الشركة، وهذا ما أشار إليه الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة أريد قطر السيد وليد السيد. كما رأيتم يعني أداء الشركة ما زال أداء قوي، هناك تحديات طبعا واجهت الشركة، هذه الأسباب كلها أسباب للتحديات اللي هي كانت خارج دولة قطر. طبعا الشركة في قطر حققت جميع يعني أهدافها وحتى تعدت الأهداف الموضوعة لها من قبل المساهمين ومن قبل مجلس الإدارة. هناك أسواق طبعا تواجه تحديات، جميعنا نعلم ماذا يحدث في العراق، وبالتالي هذا أثر بشكل أو بآخر على الشركة. أيضا هناك بعض الدول التي تعاني من بعض الأمور الاقتصادية، وأيضا هناك قرارات تنظيمية توضع في هذه الدول لعملية يعني تساوي بين الشركة أو يعني سد الفجوة بين الشركات القائدة في السوق والشركات التابعة. وأيضا في دول مثل أندونيسيا مثلا فارق العملة أو بما يسمى بالفوركس أثر أيضا تأثير، فإذا أخذنا فقط أندونيسيا مثلا هذا كان في حدود 12%، فإذا عكسنا هذا الأمر، إذا ما لم تكن هناك خسائر بالنسبة للعملة سيكون الشركة زادت أرباحها بواحد أو 2% كما قال سعادة رئيس مجلس الإدارة. فكما ترى هي مجرد تحديات، لكن الأهم من ذلك هو توسع الشركة في أسواق جديدة مثل ماينمار مثلا، هو سوق جديد واعد بدأنا فيه في عام 2014، عدد العملاء فيه ازدياد مضطرد، ومتوقع أن تكون يعني العوائد من هذه الاستثمارات قوية وقوية جدا. هذا عدا أن الشركة بدأت يعني
تدخل في مجالات جديدة مثل الخدمات المقدمة عبر الإنترنت، واستثمرت في شركات في تقريبا 15 دولة في آسيا، وفي شركات جديدة وخدمات جديدة. كل هذه متوقع منها أن تحقق إيرادات قوية للشركة في الأعوام القادمة. طبعا أكثر من 100 مليون مشترك هم يعني منتسبوا أريدوا حول العالم، تقريبا قطر 2% من هذا الحجم، ولكن تشكل ثقل في إيرادات وأرباح الشركة. لابد، قوة الشراء في أي دولة من الدول هي يعني مهمة جدا. قطر طبعا كما أنت تعلم يعني بالنسبة لعدد السكان البالغ تقريبا في حدود 2.2 مليون نسمة، أريد لديها 3 مليون عميل في قطر، وبالتالي هذا يعني يعطيك انطباع أن السوق قوي وواعد والقوة الشرائية. أيضا لا ننسى أن حكومتنا الرشيدة بالرؤية الواضحة لسيدي حضرة صاحب السمو الأمير المفدى وقضية رؤية قطر 2030 والنمو المضطرد في الاقتصاد القطري هو أحد أهم الأسباب. يعني قطر هي الدولة يمكن من دول قليلة في العالم اللي سوق الاتصالات يزداد في حدود 8-9% كل عام، وبالتالي هذا أحد الأسباب المهمة اللي ساهمت في تحقيق أرباح قوية في أريد قطر. أعزائي المشاهدين، وهكذا تكون حلقة عين على قطر لهذا الأسبوع قد وصلت إلى آخر محطاتها. في الأسبوع المقبل نعدكم بالمزيد، فإلى ذلك الموعد تقبلوا تحيات معمر عواد وفريق العمل في مكتب سي إن بي سي عربية. الأسبوع المقبل نلتقي، إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية QNB.